بعد مرور عام تبدو نتائج اتفاق الحبوب مخيبة لآمال موسكو. سريعاً أخطرت روسيا الأطراف المعنية بوقف العمل بالاتفاق، بدءاً بتركيا والأمم المتحدة وحتى أوكرانيا عبر السفارة الروسية في مينسك. الخارجية الروسية أعلنت في بيان سحب موسكو ضماناتها الأمنية في ممر البحر الأسود إلى حين إشعار آخر مشروط بالحصول على نتائج ملموسة وليس مجرد وعود. كانت روسيا طوال الفترة الماضية توافق بشكل مسبق على تمديد الاتفاق دون الحصول على مقابل متمثل في تلبية مطالبها، إذ لم تحرك أوكرانيا والغرب ساكنا فيما يتعلق بالشق الروسي من الاتفاق. من هنا فإن كان الغرب مهتما فعلا بالتوصل إلى اتفاق كذلك المذكور، فعليه أن يقوم بخطوات استباقية تجاه المطالب الروسية. ومن المآخذ الروسية عدم ربط المصرف الزراعي الروسي بنظام سويفت، بالإضافة إلى اتهام أوكرانيا باستغلال الممرات الإنسانية في البحر الأسود لشن هجمات على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل حسب تأكيدات موسكو. لم يكن من الصعب استخدام السفن الأجنبية التي تمر إلى الموانئ الأوكرانية ومن بينها أوديسا لنقل الأسلحة، خاصة أن الكثير في الاتفاق كان يستند إلى الثقة المتبادلة، ثقة روسيا بالسلطات التركية باعتبارها الجهة التي تحملت مسؤولية تفتيش تلك السفن، بيد أن تلك الثقة اهتزت كما يبدو إثر وصول أسلحة ومسيرات بحرية إلى أوكرانيا عبر طرق بحرية. ووقعت في 22 من يوليو الماضي اتفاقيتان مترابطتان في اسطنبول، إحداهما بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية والأمونيا الروسية، والثانية بشأن تطبيع عملية الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية. تقول موسكو إن الأخيرة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب العوائق التي وضعتها دول الغرب أمام مدفوعات المصارف الروسية وتقييد عمليات النقل. لا تلبث موسكو أن توقف العمل باتفاق الحبوب حتى تضع الكرة في ملعب الغرب، لتنتظر منه هذه المرة الاستجابة لشروطها ومطالبها المعروفة قبل العودة إلى أي اتفاق. مماثل أريش محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.